تربيتك يا عرفي، انت الموس ونحن اللحم. شو تبي مني؟ اعطيني بالصرحمية. خلينا نخش في الموضوع طول. اللي نبيه منك نفس العملية الأولى، لكن مش فلوس، شخص معين. كيف هذا؟ سهلة. نبيك تخطف بنت من حوشها، تاخذها من مكان وتسلمها في مكان تاني، عملية نظيفة بدون ما يتضرر حد من عيلتها. تبيني نخطف بنات الناس؟ هو عاد بدي لي روحك توا ما شاء الله وتخاف ربي. شو تبي منها البنت؟ مش موضوعك كمان. لا موضوعي، ولازم نفهم شيء. لا انت فاهم غلط، انت تسمع وتنفذ وتاخذ فلوسك وانت ساكت، ولو بتقول لا نصفيك انت وجماعتك، واحد زايد واحد يساوي اثنين. سعد اعطيه مفاتيح الحنينة، تلقى التليفون في السيارة، فيه مكان الحوش وموقع التسليم وفيه صورها وكل شيء. ما تتصلش بيا إلا لما تكون البنت معك. موعد العملية أول يوم رمضان مع أذان المغرب. نسق الموضوع أنت وجماعتك، والتقعميزة هذه المفروض ما فيش حد يسمع بيها، ولو حاولت تهرب نجيبك. أنا مش عارف كيف بنقنعها بالولاد. شو بتقول لهم؟ مش حيقولوا لا. ما دام أنت ما خلصتمش صدقني مش حيقولوا لا. يعني هي لوية دراعة؟ أنت هيك بديت تفهم علي. سعد، هذه شدها في راسك، حردها لك. صدقني، لما تذوق الخضر حترحم علي. على تلفزيون المسار، رمضاننا محبة.